بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم من وحي القرآن، وحديثنا عن الوفاء في القرآن الكريم. وهذا لا شك أنه من عظيم الخصال والسجايا الكريمة، ولا أحد أوفى من الله سبحانه وتعالى بما عاهد. قال: ومن أوفى بعهده من الله. فالله عز وجل أعظم من يفي بما عاهد به ويشكر عز وجل على القليل من عملك أيها الإنسان. ولذلك جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر، وفاء من الله عز وجل. من حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا فإن الله لا يعذبه ويدخله جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فالله عز وجل أيضا يريد منا الوفاء، فأعظم أنواع الوفاء منك أيها العبد هو وفاؤك مع الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الذي أنعم عليك وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فالوفاء مع الله عز وجل أن تكون موحدا لله، مطيعا لله، عابدا لله، لا تشرك معه غيره. الله عز وجل أخذ العهد علينا ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام. قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلون، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكلنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فطرتك هي فطرة الإسلام، توحيد الله عز وجل. فلذلك من أعظم الوفاء لله عز وجل أن تكون عبدا موحدا مطيعا لله وحده لا سوى. لذلك أرسل الله رسل وأنزل الكتب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أعظم الوفاء الذي تحققه في حياتك بينك وبين الله، هو توحيد الله وعبادته. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله عز وجل امتدح إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: وإبراهيم الذي وفى. كان إبراهيم إمام الموحدين، أعظم من وفى بعهده مع الله عز وجل. لذلك الله حتى أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطيع ويتبع إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم الذي وفى. لذلك الله عز وجل ابتلاه بكلمات فقام بحقهن وفيا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. انظر إلى الوفاء. كذلك أمره الله عز وجل عن طريق الرؤيا أن يذبح ابنه إسماعيل، وفى بذلك، وفى. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. انظروا كيف كان إبراهيم وفيا، وفى بما عاهد عليه الله عز وجل. وإبراهيم الذي وفى.
ابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصلا ثم نواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونواصل الحديث عن الوفاء في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ذكر آية عظيمة في تحقيق مسألة الوفاء في كل جوانب الحياة، بينك وبين الله، بينك وبين الخلق، مع الوالدين، مع الجيران، مع الأصحاب، مع كل من تعاملت معهم فأحسنوا إليك. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكل من أحسن إليك أن تكون وفيا معه وأن تحسن إليه. من قدم إليكم معروف فكافئوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قدم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس وفاء. خديجة زوجته التي واسته بنفسها ومالها ورزقه الله منها الولد، لما ماتت خديجة رضي الله عنها وكانت سلوانا للنبي صلى الله عليه وسلم المحتسبة في ذلك، تواسيه وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. لما ماتت كان إذا ذبح شاة بعث إلى صديقات خديجة، ولما استأذنته يوم من الأيام، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام هالة أخت خديجة، فسمع صوت هالة وكان شبيها بصوت خديجة، قام من مكانه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني أخت خديجة زوجته. ولما قالت عائشة: ما تذكر من امرأة شدقاء الخدين عجوز ماتت في الغابرين، دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفاء، فقال: لقد رزقني الله من الولد وواستني بنفسها ومالها وكذا وكذا، مع أن عائشة ما رأتها بحياتها. ماتت خديجة وعائشة ما رأتها ولا شافتها. كذلك وفاؤه صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ولم يقبلوا دعوته بعدما عرضها على عبد ياليل بن كلال، هام على وجهه صلى الله عليه وسلم ولم يفق إلا بقرن الثعالب الذي هو اليوم السيل الكبير. من الذي آواه لما رجع حتى لا يؤذيه أهل مكة؟ المطعم بن عدي، وكان رجلا مشركا. لما مات المطعم بن عدي على الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هاجر وقاتل المشركين، فأسر أسارى بدر، معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ انظر للوفاء، يقول: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم استأذنني في هؤلاء النتنى، يعني الأسرى، لا تركتهم له، يعني من غير فداء ومن غير مقابل. لماذا؟ لأنه وفى له صلى الله عليه وسلم أن آوى النبي لما رجع من الطائف. شوف الوفاء، ليس كذلك فقط، بل حتى مع الحيوان كان وفيا صلى الله عليه وسلم. فالوفاء من عظيم الأخلاق والمروءة والشيم. ناقته القصوى لما في الحديبية الناس أرادوا أن يذهبوا إلى مكة وكانوا محرمين وصدتهم قريش أن يرجعوا هذا العام ويأتوا من العام القابل، فتقدم الناس والقصواء بركت، فقال الناس: حرنت القصواء، خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني حرنت بركة ولم تقم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم وفاء لدابته؟ قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. بل حتى مع الجماد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، وذلك لموقفه لما ارتجف أحد صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر وعمر وعثمان محبة لهم، فقال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان إذا لاح له أحد وقد رجع من إحدى سفراته قال أحد جبل يحبنا ونحبه. وكذلك جذع النخلة الذي بكى على النبي صلى الله عليه وسلم فنزل واحتضنه وأخذ يسكنه كما يسكن الطفل الصغير، وكان قبل ذلك يخطب عنده قبل أن يصنع له المنبر صلى الله عليه وسلم، وفاءه حتى مع الجمادات هكذا الوفاء. فأسأل الله أن نكون من الوافين بيننا وبين الله ومع سائر الخلق، وأن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا. وبهذا انتهينا في هذه الحلقة، استودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.